أهلا وسهلا بكم. كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر عن تمكنها من إعادة 27 أسرة تشمل 67 فرد إلى المملكة خلال العام الماضي، فيما أكدت أنها تقدم الرعاية لعدد 2103 أسرة تشمل 7559 فرد موزعة على 31 دولة تتقدمها الكويت وأيضا أكيد دول أخرى عربية وغير عربية. الحديث في هذا الملف يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج الدكتور توفيق السويلم. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق، ولكن قبل النقاش نتابع هذا التقرير ثم نعم. كثفت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر الحملات التوعوية بمخاطر الزواج العشوائي، سعيا منها إلى تثقيف أفراد المجتمع بخطورة الزيجات غير النظامية، خصوصا بعد أن ظهرت إحصاءات في أواخر عام 2012 تفيد بأن 50% من حالات الزواج الخارجي تنتهي بالطلاق. جمعية أواصر كشفت في تقريرها السنوي أنها واصلت حصر الأسر السعودية المنقطعة في الخارج لتقديم الإعانات المادية والعينية لها والعمل على إعادة بعض الأسر إلى الوطن. وأفاد التقرير بأن مملكة البحرين تشمل 121 أسرة سعودية تحوي 525 فردا، ثم الأردن ب 290 أسرة سعودية بمجموع 909 أفراد، ومصر ب 269 أسرة سعودية تشمل 643 فردا، والمغرب ب 77 أسرة تضم 206 أفراد، واليمن ب 56 أسرة بعدد 263 فردا، ولبنان ب 46 أسرة بعدد 124 فردا، والإمارات ب 34 أسرة تشمل 112 فردا، وقطر ب 30 أسرة بعدد 139 فردا. الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر تمكنت من إعادة 27 أسرة تشمل 67 فردا إلى المملكة خلال العام الماضي بعد العمل على تصحيح أوضاعهم وإنهاء إجراءاتهم وأوراقهم الثبوتية. دكتور توفيق أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك دائما معنا وعلى جهدكم اللي تقدمون. 27 أسرة يرى البعض أنه عدد قليل يعني قياسا بحجم الأسر اللي موجود في العالم، أنت إيش ردك على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على تناول هذا الموضوع، موضوع اجتماعي وموضوع شيق ومحزن. شيق لأنه يهم المجتمع كله، فهو جزء من المسؤولية الاجتماعية لنا. مقلق لأنه هناك سلوكيات يقدم عليها كثير من الناس، يتزوج ويترك أولاده، تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية والأدبية، وهؤلاء مو بس يسيئون لعوائلهم، يسيئون لأنفسهم، يسيئون للدولة السعودية. فكثير من الناس يعتبون يقولون هذا سعودي تصرفت. والغريب أنه كثير من دول ثانية أخرى عربية وغير عربية يتصرفون نفس التصرفات وما عليهم العتاب، لكن السعوديين سبحان الله علينا العين لأنه مكانة وقيمة المملكة العربية السعودية. نعم. وأيضا أشكرك مرة ثانية أو أشكر القناة على تناول، لأن نعتقد أن التوعية متعبة ومكلفة لكن الجهل أتعب، فنقدر هذا الشيء ونشكركم على هذا. واجبنا. عملنا هو صغير وكبير تقدر تسميه. العوائل الأسر المنقطعة في الخارج عددها قليل، لكن ضجتها الإعلامية والسلوكية والأخلاقية كبيرة. يعني من أقول لك رجعنا خلال سنة بس 27 عائلة، هو ما يوجد ملايين برا. نعم. معظم الأسر السعودية اللي نتعامل معها، نحن نتعامل في علاقاتنا التجارية مع 142 دولة بالعالم، من بين 196 دولة أعضاء بالأمم المتحدة. أنت تتكلم عن نتعامل مع الكرة الأرضية كلها تقريبا، والسعوديين يروحون للتجارة ويروحون، وهذه كلها ليس عليها اعتراض. الاعتراض على أن من يتزوج ثم يترك أولاده يتركهم، ويتركهم للانحراف السلوكي، الانحراف الاجتماعي، الانحراف الفكري، الانحراف الأخلاقي وهكذا.
العدد مرة ثانية أؤكد عدد قليل، أحب أن أشيد بجهود الجبار لوزارة الداخلية وهي راعيتنا وهم أصحاب الفكرة وهم قيادتنا وبقيادة سمو سيدي الأمير محمد بن نايف، وأشكر 96 سفارة بدول العالم. نحن نراسل ونتواصل مع 96 سفارة جمعية يوميا، بيننا وبين 96 سفارة مراسلات، ونستفسر عن هؤلاء الأسر، وإذا عندكم موجودين سرعلمونا على طول، نطلع فرقة من إخوان من الأمانة العامة ومجلس إدارة يروحون. حاليا عندنا فقط 31 دولة أفريقية آسوية، وقسمناها إلى 4 مقاطعات: دول مجلس التعاون الخليجي، وزي ما ذكرت أنت كلامك صحيح أن الكويت أكبر شيء لأن عندنا موروثات تاريخية مع الكويت، أهل الشمال عموما وقبائل الشمال لهم علاقات بالكويت قديم فيعني يعتبر ثقل مجلس التعاون بالكويت ثم البحرين. البحرين لأن عندنا جاليات من المنطقة الشرقية. في الدول العربية تعتبر 4 دول اللي هي المغرب ومصر وسوريا والأردن. طبعا اليمن ايضا لدينا فيها علاقات بس عدد عقلي 26 أسرة. نعم. لدينا دول الفقيرة او الدول الآسيوية اللي افريقيا واسيا. والجزء او تصنيف احنا مصنفينهم الى 4 اصناف، والتصنيف الرابع هو الدول الغربية اللي هي الولايات المتحدة وكندا. خلينا ننوه هذا حسابكم على الشاشة في تويتر لمن يريد يتواصل، وايضا رقمكم الدولي. نعم. مواقعكم الرقم من كل انحاء العالم، وايضا تويتر كل أحد منقطع أو أسرة مصيرها غير معروف وتريد العودة وتثبت نسبها، تواصلوا مع أواصر وإن شاء الله يعني تكون النتائج مفيدة ومهمة في النهاية. أشكرك على إشادة في هذا النوع، وهذا الواقع زي ما قلت لك يتراسلون معنا كثير من الناس من دول يعني عن طريق الإيميلات. في الدول الغربية لأنه الجنسية سهلة عندهم في الغرب، أي واحد يولد بالغرب يحصل على الجنسية. أيضا لا يوجد جاليات فقيرة منقطعة في كندا ولا في الولايات المتحدة، يعني يكون ربما مو في وضع مادي جيد لكن الوضع المادي مو هو عنصر رئيسي. في الدول الأفريقية والآسيوية عندنا عنصر رئيسي، في الدول العربية عنصر رئيسي. الآن احنا عملنا على مجموعة محاور. المحور الأول إطلاق الحملة التوعوية، قاعدين نعلم الناس أنه هناك زيجات ناجحة، هناك ناس تزوجوا من الخارج، احنا ما لنا علاقه قانونيه ولا ادبيه. واحد راح اخليك يا دكتور تكمل فكرتك، لكن عندي فاصل اخير استاذنك فيه ونعود. فاصل ونعود. لازلنا مواصلين الحديث عن جمعية أواصر. ضيفنا الدكتور توفيق السويلم وهو رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر أواصر المختصر. دكتور، يعني ما هي الخدمات اللي أنتم تقدمونها للأسر الطالبة لدعمكم في الخارج؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال. عندنا 3 أو 4 خدمات رئيسية وبعضها خدمات مساندة. أول خدمة الأولى تثبيت الهوية. كثير من الشباب، احنا لا نتكلم عن حالات زواج بالمملكة، عندنا علاقة زواج كثيرة وزيجات ناجحة، نتكلم عن حالات المنقطعة. أول نقطة رئيسية هي تثبيت الهوية، فتتعاون معنا وزارة الداخلية مشكورة بتثبيت، لأنه هذا عنصر رئيسي. قبل بدون هوية إنسان ليس له هوية. الجانب الثاني لا يليق باسم المملكة العربية السعودية ومكانتها وأياديها البيضاء على دول العالم كله وعلى شعوب العالم أن يكون أبنائها أيضا فقراء بالخارج، وبالتالي لدينا تحويلات شهرية. احنا نحول كل سفارة كل 3 شهور عشان ممكن مرة تحويل عن طريق وزارة الخارجية، لأننا نتناغم مع المنظومة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ونعطيهم الشيك ل3 شهور، لذلك نعطيهم هذا الجانب المادي. النقطة أيضا القانونية أو المهمة ربطهم بسفارات خادم الحرمين الشريفين. يجي هذا الإنسان لا يعرف كيف الوصول للسفارة، أو قد يكون خارج العاصمة،
أو قد يكون داخل العاصمة في الدولة المضيفة، لكن لا يعرف كيف يدخل السفارة أو كيف السفارة أيضا هي تتابع. فعندما نشبكهم مع بعض وعندنا استمارة البحث الشامل نثبت كل معلومات فيه وعناوينه وسائل الاتصال فيه، فالحالة صار عندنا أول شيء إحصائية أو داتابيز، شيء ثاني ربطناه بالسفارة، هو أيضا كل مشاكله يقدر يحلها بالسفارة. مثلا الخدمات المساندة اللوجستية في دولة غير عربية أو في دولة أجنبية يحتاجون موظفين نفس السفارات، نقول لهم تفضل هذا أبنائنا، أو العكس عندنا رجال أعمال يستثمرون في هذه الدول، خلنا نقول مثلا في الدولة المعينة هو يبحث عن موظفين أو موظفات، نقول له تعال يا أخي استفيد من حاول من نفس الأبناء. ممتاز. فأقلا الحاجة الثالثة وهي رئيسية لكن نواجه صعوبة فيها، وهي ربطهم بلدهم بالقرية اللي هو منها أو المدينة، إن نرجع لهذا الشخص للأسرة المعينة نقول تعال يا أخوان يا أسرة الكذا هذا ولدكم منقطع، ما يصير ما يليق. إن حصل مرات شيء من الجفاء أو العكس هو لا يريد أن يسكن بالسعودية في جدة بالدمام بالرياض، التعليمات عندنا لا نضغط على الناس كيف يسكنون بالمكان اللي يجبون، بس لازم نحدد فرز الألوان، نفصل هويته نثبتها نربطها بالسفارة يكون في وضع مادي جيد. لا عمل يعني مؤسسي وجميل. عموما احنا تعرف نعيش احداث عاصفة الحزم هالايام، ولكن ايمانا منا بنجاحكم وجهدكم ايضا وايضا محاولة منا بيكون عندنا دور اجتماعي نوصل يعني رسالتكم خارج المملكة من خلال هذه الارقام اللي نازلة على الشاشة وتويتر، حتى يعني ايش الناس تبحث عن طوق نجاة ولعلكم تكونون كذلك. لنا الشرف. نعم. لنا الشرف ونتشرف بهذا الشيء، ونعتبر أن هذا العمل اللي احنا نسويه هو عمل تقوم فيه مجموعة من رجال الأعمال، أعمال جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، ويمثل إحدى النجاحات العمل الحكومي. نعم. هناك تناغم بين وزارات داخلية والخارجية، السفارات، الشؤون الاجتماعية، الأحوال المدنية اللي نعتز فيها ونفتخر فيه، ولذلك كلهم يعملون يعني كلهم في سيمفونية واحدة لخدمة المواطن السعودي في خارج المملكة. عموما أشكرك دكتور توفيق السويلم رئيس جمعية أواصر على هذه المشاركة، وإن شاء الله نتواصل معكم مستقبلا. نحن من زمان قلنا لكم إحنا شركاء معكم في هذا الجهد. أشكرك. نعم. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا فيها. هلا ألقاكم غدا في أمان الله.